نسقنا مع المشغلين الثلاثة الموجودين في تونس أنهم يركزوا يعني شبكة اتصالات في بلد الريف خاصة ليش مغطية بالاتصالات، وفعلا زوج مشغلين قاموا بتركيز هوائيات كثيرة يعني دي بوتو كبار اللي فيها من الهوائيات، إن شاء الله باش يوقع تشغيلها في القريب العاجل. كيف بنفس الطريقة اللي عملناها في بلد الريف عملناها في منطقة بن عياش اللي هما كذلك تعاوزوا مع الخدمة هذه، نسقنا مع زوج مشغلين إن شاء الله في أقرب وقت باش يجيو فريق منهم ويحاول باش يقتني أرض وإن شاء الله باش تتم الخدمة هذه في عايش في القريب العاجل.